أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس الثلاثون من كتابي عبد الغفور وعبد الحكيم الدرس الحادي والثلاثون من كتابي عبد الغفور وعبد الحكيم وصلنا في الدرس السابق في اللقاء السابق إلى قول ابن الحاجب لمعنى لفظ وضع لمعنى انظروا إلى الفوائد الضيائية لمعنى المعنى ما يقصد بشيء المعنى أي شيء ما يقصد بشيء كل شيء يقصد من شيء يقال له المعنى يطلق عليه المعنى انظروا إلى عبد الغفور المعنى ما يقصد ما معنى يقصد بشيء ويراد به ويراد ذلك الماء به بذلك الشيء نائب الفاعل يراد يعني النائب الفاعل المقصود في يراد راجع إلى ما والضمير في به راجع إلى الشيء ويراد ذلك الماء به بذلك الشيء يراد صريحا كما في دلالة المطابقة أو ضمنا كما في دلالة التضمنية أو تبعا كما في دلالة الالتزامية سواء كان بحسب وضع كما ذكرنا من الدلالة المطابقة والتضمن والالتزام أو لا أو ليس بحسب الوضع كما في دلالة العقلية مفهوم إن شاء الله فدخل فيه فدخل في تعريف في تعريف الشارع في تعريف مولانا جامي للمعنى فدخل فيه في هذا التعريف المعنى المطابقي كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق والتضمني كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق فقط في ضمن الحيوان الناطق والالتزامي كدلالة الإنسان على قابل العلم وسنة الكتابة وغيرها غير هذه الثلاثة فدخل في المعنى المطابق والتضمن والالتزامي وغيرها غير هذه هو الدلالة العقلية مثال الغير كما إذا سألت إذا قلت أحح إذا سألت وأردت به حضورك يعني إذا حضرت إلى شخص وهو لا يعلم لا شعور له بحضورك أنت لأجل أن تخبره وأن تعلمه بأنك حاضر تقول أحح كما إذا سألت وأردت به حضورك دلالة السعور على حضور على إرادة الحضور إرادة الحضور من السؤال هو الدلالة العقلية وإلا فالسؤال ليس موضوعا للحضور فالحضور ليس المعنى التضمني ولا المطابق ليس المعنى المطابقي ولا التضمنية ولا الالتزامية للفس السؤال مفهوم إن شاء الله نعم كما إذا سألت وأردت به حضورك انظروا إلى عبد الحكيم كما إذا سألت سألت مشتق من السؤال مشتق من أي شيء من السؤال ما معنى السؤال بمعنى سرفة كردن فارسي سرفة كردن سرفة سؤال كردن بمعنى الفعل يعني فعل السؤال إيجاد السؤال
Es-sualu sürfe kerden, yani icadu suali, fi'lu suali. Sürfe bir manası var, kerden bir manası fi'l. Yani icadul fi'lu suali, icadu suali. Min haddin nesere, sa'aten min haddin nesere, yani min babi nesere. Mefhum inşallah. Sa'ale yes'ulu mislu nesere yansuru. Kema ize sa'alte mines suali bimane sürfe kerde. Min haddi nesere min babi nesere. Ve kâle ba'duhum unzuru ile Abdülgafur ve kâle ba'duhum ba'du nuhat el mâne ma yessihu en yuksede bir şeyi. El mâne eyyü şey ma yuksedu bir şeyi. Ma yeslihu an yuksede bir şey. Ma yeslihu an yuksede bir şey. Sevaun kâne maksuden bil fiil evla. Sevaun kâne maksuden bil fiil ev gayren maksudin bil fiil. Ve ma kâne gayren ma yeslihu an yuksede bir şeyin yedhulu fi hazihi el aksamu selasetu. Mesela sevon taallaka bihil qasdu min şeyin ke taalluqil qasdi bizzati zeydin min lefsi zeydin. İza utlika zeydun yuhsadu minhu yufamu minhu zatuhum zatuhul musamma bihi. Eleyse hakeza? Ma ve huve zatü zeyd yesu an yuhsede bir şeyin yesu an yuhsede min zeydin. Eleyse kastu mine zeyd bir sahih? Naam. Sahihun bel maksudun bil fiil. Dakhala kastu zat min lefsi zeyd fi hazır tarif. Mefhum inşallah. Ev teallaka bihil kastu la min şeyin. La min şeyin. قَالَ مَا يَسُعَنْ يُقْسَدَ بِشَيْءٍ يَسُعَنْ يُقْسَدَ بِشَيْءٍ دَخَلَ فِيهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَسْلُ لَا مِنْ شَيْءٍ مِسْلُ تَعَلُّقُ الْقَسْلِ بِالْمَعَانِ الْوَارِدَةِ فِي الزِّهِنْ فِي الْعَقَلِ وَلَمْ يُقْسَدْ مِنْ اَيِّ دَالٍ مِنْ اَيِّ لَفْسٍ يُطْلَقُ عَلَى هَذَا الْوَارِدِ فِي الْعَقَلِ فِي الزِّهِنْ مَا يَسُعَنْ يُقْسَدَ بِشَيْءٍ سواء تعلق به القسم من شيء هذا قسم او لا او تعلق به القسم لا من شيء كتعلق القسم بالمعاني الواقعة في الذهن في الصدور مفهوم او لم يتعلق به القسم اصلا كالمعاني التي لم يقع في الصدور اصلا الى الان لم يقع ولكن يصح ان يقصد بشيء دخل فيه هذا ايضا دخل فيما تعلق به القصد من شيء دخل فيما تعلق به القصد لا من شيء دخل فيما لم يتعلق به القصد اصلا الى الان لم يتعلق به القصد دخل في هذا التعريف الاقسام ثلاثه مفهوم وفي تعريف الشرح ما يقصد بشيء من هذه الأقسام الثلاثة يعني واحد من هذه الثلاثة يدخل فيه دون احتمالين الأخرين مثل ما تعلق به القسم من شيء مثل ذات الزيت تعلق به القسم من نفس الزيت دخل فيه القسم الأول فقط لا يدخل فيه القسم الذي تعلق به القسم من شيء وما لم يتعلق به القس اصلا هذان القسمان لم يدخلا في تعريف الشارع ولكن دخلا في تعريف البعض وقال بعضهم المعنى ما يصح ان يقصد بشيء ما يصح ان يقصد بشيء سواء قصد من شيء او لا من شيء سواء تعلق به القس بالفعل او لم يتعلق به القس بالفعل مفهوم ان شاء الله انظر الى عبد الحكيم ما يسوى أن يقصد بشيء سواء تعلق به القسم من شيء كتعلق القسم بذات زيد من لفظ زيد
evla min şeyin. Evla min şeyin. Ke taalluk el gasl bil maani el vakati fi sudur. Ev lem yetaallak bihi el gasl aslan kel maani lati lem yaqa fi sudur. Dakhala fi ta'rif el bad hazi el aqsam salase. ومن هذه الأقسام القسم الأول فقط يدخل في تعريف الشارع مفهوم إن شاء الله نعم سيد انظروا إلى الفوائد الضيائية إلى المولى جامي المعنى ما يقصد بالشيء فهو معنى إما مفعول معنى معني اسم مفعول على وزن مفعل اسم مكان بمعنى المقصد بمعنى مكان القصد مفهوم إن شاء الله. انظر إلى عبد الحكيم اسم مكان اسم إذا كان اسم مكان ما معناه معناه المقصد مكان القصد الآن ما معناه ما يقصد بشيء إذن يكون من تسمية الشيء باسم مكاني باسم محلي وبتعبير أخرى آخر من قبيل نقل اسم المحل إلى الحال مفهوم إن شاء الله إذا كان اسم مكان من مصدر المعلوم مكان قصد القاصد يعني مكان القصد الصادر من القاصد أو المجهول مكان القصد الواقع على المقصود مفهوم إن شاء الله خلاص اسم مكان من مصدر المعلوم او المجهول انظروا الى الفوائد الضيائيه او مصدر ميمي معنى مصدر ميمي بمعنى المفعول بمعنى اسم المفعول اذا كان مصدرا ميميا بمعنى اسم المفعول يكون معناه مقصود ما معناه؟ مقصود الآن ما المراد بالمعنى؟ ما يقصد بالشيء فيكون من تسمية الخاص باسم العام أو من قبل نقل اسم الخاص اسم العام إلى الخاص لأن المراد الآن ما يقصد بالشيء وكان في الأصل ما يقصد المقصود سواء كان من شيء أو لا من شيء كان في الأصل عاما وصار الآن خاصا كان في الأصل بمعنى المقصود من شيء أو لا من شيء والمراد منه الآن ما يقصد بالشيء المقصود بالشيء مفهوم انظروا إلى عبد الغفور أو مصدر ميمي للمفعول للمعلوم أو المجهول مصدر ميمي للمعمول قصد القاصد قصد القاصد مصدر الميمي بمعنى المجهول قصد المقصود القصد الواقع على المقصود مفهوم إذا كان للمعلوم قصد القاصد ما المراد الآن المقصود بالشيء وكان في الأصل قصد القاصد قصد القاصد سبب ما يقصد بالشيء مسبب من قبل تسمية المسبب باسم السبب أو من قبيل نقل اسم سبب إلى المسبب مفهوم؟ أو نقول من قبيل نقل اسم المتعلق إلى المتعلق المعنى بمعنى القصد ما يقصد يتعلق بما يقصد بالشيء لفظ المعنى الذي بمعنى المقصود نقل بمعنى القصد نقل إلى أي شيء نقل إلى مقصود من شيء أو مثل من للمعلوم إذا كان المعلوم يكون من تسمية المسبب باسم سبب أو من تسمية المتعلق باسم المتعلق أو المجهول أو المجهول إذا كان بمعنى المجهول مثل بمعنى المجهول وهو المقصود إذن يكون من قبل نقل الصفة إلى الموصوف من قبل نقل صفة لأن القصد الواقع على المقصود صفة ما يقصد بالشيء
feyekunu min kabili nakli ismi sıfeti ilel mevsufi. Sıfet ve huve kasul vakamu alel mevsud. Mevsuf ma yuksedu bir şeyin. Mefhum inşallah. Unzuru ila Abdülgafur ev mesel mimun lil malmi ev meşhuli والذي قلنا اذا نقل مصدر من بمعنى المعلوم او المجهول الى ما يقصد بالشيء قبل جعله بمعنى المفعول قبل جعله بمعنى ها بمعنى المفعول ها اذا جعل بمعنى المفعول فيكون من قبل نقل اسم الخاص نقل اسم العام الى لان المصدر الممي بمعنى المصدر الممي بمعنى المفعول وهو ما يقصد وهو المقصود والمعنى المراد هنا ما يقصد بالشيء إذن يكون من قبل نقل اسم العام إلى الخاص مفهوم إذا كان بمعنى اسم المكان هذا الشيء آخر وإذا كان مثلا ميميا قبل جعل بمعنى المفعول مثلا ميميا بمعنى الفاعل هذا شيء آخر مثلا ميميا بمعنى المفعول هذا شيء آخر مثلا ميميا بمعنى المفعول هذا شيء آخر وعلى جميع تقادير بين المنقول والمنقول إليه المناسبة موجودة مفهوم إن شاء الله بمعنى المفعول إذا كان بمعنى المفعول يجوز أن لا يعتبر النقل إليه لأنه الآن ما يقصد بشيء وهو المقصود وكان في الأسد مثلا ميميا بمعنى المفعول كلاهما بمعنى المفعول كلاهما مقصود إذن يجوز أن لا يعتبر النقل إليه يجوز أن لا يعتبر النقل لأن كلاهما شيء واحد إذا لم يعتبر النقل إليه فيرتفع مؤنة النقل فيرتفع مؤنة النقل مؤنة النقل يرتفع من البين يعني لا حاجة إلى النقل فلا يحصل بسبب النقل أي مؤنة مفهوم إن شاء الله يجوز أن لا يعتبر نقل إليه باعتبار أن كلاهما بمعنى المقصود ولكن يجوز أن يعتبر النقل لأن المعنى المراد هنا المقصود من الشيء والمعنى المنقول منه هو المقصود مطلقا بجهة أن كلاهما بمعنى المقصود يجوز أن لا يعتبر نقل وبملاحظة أن واحد منهما بمعنى المقصود من الشيء والآخر بمعنى المقصود مطلقا يجوز أن يعتبر النقل بينهما مفهوم إن شاء الله انظروا إلى الجامع أو مخفف معني معنى مخفف مخفف معني من معني في نسختكم من معني يجوز أو مخفف من معني أو مخفف معني اسم مفعول كمرمي يعني الاسم المفعول الذي كمرمي وهو معني يجوز أن يكون أصل معنى معنيا فتح ما قبل الياء معني حذف من الياء حذف إحدى الياءين صار معني وفتح ما قبل الياء وقلب ألفا صار معنى فبسبب التقاء الساكن حذفت الياء فصار معنى مفهوم إذا كان مخفف معني اسم مفعول كمرمي يكون من قبل نقل اسم الخاص إلى من قبل نقل اسم العام وهو المعني وهو المقصود مطلقا إلى الخاص وهو المقصود من شيء ما يقصد بشيء يعني إذا كان مثلا ميميا بمعنى المفعول كما أنه في هذه الحالة يكون من نقل اسم الخاص إلى العام إذا كان مخففا معني أيضا يكون نقله من قبل نقل اسم العام إلى الخاص مفهوم إن شاء الله انظر إلى عبد الغفور أو مخفف معني تخفيفا غير قياسي قلنا
Asluhu maniyun. Fahuzife ihdel ya'in. Eyyus sebeb li hasfi ihdel ya'in? Es sebeb leys mevcud. Huzfe minel ya'in ihdahuma li ecli tahfifi fakat. Mefhum inşallah. Tahfifen gayre kıyasin. Leysen li haze tahfif li hasfi ihdel ya'in eyyut sebebi. Huna bi hasebi zahiri Mevlana Cami el ihtimalu selasetun. En yakune ismi mekan man maksad ev mestere mimiyyin bi manel mefhul ev muhaffefi maniyyin. Mefhum. Min hazil ihtimalati selase el ihtimalu el ahir huvel bi hasebi lefz هو الأنسب لأن المنقول والمنقول منه كلاهما اسم مفعول كلاهما بمعنى ما يقصد يعني كلاهما اسم مفعول يعني إذا كان معنى منقولا من معني هاي لا الاحتمال البعيد الغريب من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأخير لما؟ لأن لهذا ليس لهذا التخفيف أي سبب بين معنى ومعني بحسب الظاهر بون بعيد مسافة بعيدة مفهوم؟ إذا كان بين معنى ومعني بعدًا من جهة اللفظ لما قال الشارح لما ذكر الشارح هذا الاحتمال الأخير لما ذكر المولانا جامي هذا الاحتمال الأخير معنى بين المنقول والمنقول إليه بين المنقول منه والمنقول إليه بعد ظاهر بحسب الظاهر أي شيء جر الشارح على هذا الاحتمال مع أنه بعيد بحسب لفظ بحسب ظاهر انظروا إلى عبد الغفور يعني يقول عبد الغفور والذي جرى الشارح على هذا الاحتمال الأخير الميل إلى جانب المعنى لأن المنقول والمنقول إليه بحسب المعنى كلاهما بمعنى المقصود كلاهما بمعنى أي شيء مقصود بحسب المعنى المناسبة بينهما بين المنقول عنه والمنقول إليه المناسبة الشديدة والذي جرى المصنف على ذكر هذا الاحتمال الآخر الاحتمال الثالث الميل إلى جانب المعنى يعني أن الشارح نظر إلى جانب المعنى وزاد هذا الاحتمال وذكر هذا الاحتمال ولو لم ينظر إلى المعنى بل نظر إلى اللفظ فقط لازم أن لا يذكر هذا الاحتمال الأخير انظروا إلى عبد الغفور والذي جرأه جرأ الشارح على هذا الاحتمال مع بعده لفظا مع بعده لأي سبب يكون البعد من جهة اللفظ لأن هذا التخفيف غير قياسي والذي مبتدأون والذي جرأوا على هذا الاحتمال مع بعد اللفسان الميل خبر الميل إلى جانب المعنى يعني الميل إلى جانب المعنى شجع الشارح على ذكر هذا الاحتمال مفهوم والذي جرأوا على هذا الاحتمال مع بعد اللفسان الميل إلى جانب المعنى واستعمال المشدد بمعنى المخفف واستعمال عطف على الميل يكون خبرا ثانيا والذي جرأوا على هذا الاحتمال الميل إلى جانب المعنى واستعمال المشدد بمعنى المخفف يعني المشدد معنيون يستعمل بمعنى المعنى هذا الاستعمال يعني مجيء المشدد بمعنى المخفف جرى الشارح على ذكر هذا الاحتمال واستعمال المشدد بمعنى المخفف هذا صحيح
هل يستعمل المشدد بما المخفف؟ نعم. فيقال معنى الكلام مخفف ومعنيه مشدد واحد، يعني هما واحد. معنى الكلام ومعنيه كلاهما واحد. مفهوم إن شاء الله. واستعمال المشدد بمعنى المخفف هو أيضا جرى المصنف على ذكر هذا الاحتمال. فيقال معنى الكلام ومعنيه واحد. واحد خبر مبتدا محذوف، أي هما واحد. مفهوم إن شاء الله. انظر إلى عبد الحكيم. والذي جرأه على هذا الاحتمال مع بعده لفظا. لما كان بعيدا لفظا للزوم التخفيف الغير القياسي. للزوم التخفيف غير القياسي. يعني على هذا الاحتمال يلزم التخفيف الغير القياسي. لذا يكون بعيدا من جهة اللفظ. والذي جرّوا الميل إلى جانب المعنى. الميل إلى جانب المعنى كيف يكون سببا لجرأة الشارح على ذكر هذا الاحتمال؟ لصحة هذا المعنى من غير اعتبار النقل أو التجاوز. يعني من غير احتياج إلى النقل أو التجاوز يصح، لأن المعنى الإصلاحي المقصود من شيء، والمعنى المنقول منه على هذا الاحتمال المقصود. كلاهما شيء واحد. المقصود مقصود. إلا أن الواحد مقصود من شيء مقيد بقيد، والآخر ليس معه قيد. الفرق بينهما هذا. إذن استعمال المعنى فيما يقصد بالشيء لهذا الاستعمال لا حاجة إلى اعتبار النقل، يعني نقل المعنى من شيء آخر إلى هذا المعنى، أو التجاوز من جعل استعمال المعنى في هذا المعنى مجازا. لا حاجة إلى أي شيء من النقل أو التجاوز. لمن لا حاجة؟ لأن كلا المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الإصلاحي، كلاهما بمعنى المقصود. مفهوم إن شاء الله. ولكن يمكن أن نقول النقل والمجاز باعتبار التقييد بالقيد. يعني المعنى الإصلاحي مقيد بقيد من شيء، والمعنى اللغوي المقصود بلا قيد من شيء. إذا لاحظنا ذلك القيد يمكن أن نقول بالنقل أو التجاوز. وإذا لم نلاحظ القيد ونقول كلاهما مقصود، معنى كلا القسمين اللغوي والإصلاحي مقصود، إذا نزلنا إلى المقصود فقط يكون كلاهما شيئا واحدا، لا حاجة إلى النقل ولا إلى تجاوز. مفهوم؟ إذن يكون الميل إلى جانب المعنى سببا لذكر هذا القسم الثالث مع البعد بين المنقول منه والمنقول إليه بحسب الظاهر. مفهوم إن شاء الله. فليكن كافيا اليوم. مفهوم؟ تمام سار. لأن الدرس الآتي طويل، إذا شرنا فيه لازم أن ندم إلى قوله والألفاظ الدالة بالطبع فخرج به المهملات. يعني نكتفي في هذا الدرس إلى هنا، ولكن في الغد إن شاء الله طالعوا إلى قول الشارح فخرج به المهملات. يعني درسنا في اليوم الآتي من الجامع. ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع فذكر المعنى بعد مبني على تجديد عنه. درسنا الآتي هذا السطر فقط. مفهوم إن شاء الله.
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyatun hasbi bi annaki mantiqi.